السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة ناخد الفيديو التاني في رحلتنا في شرح الـ ABG. تمام، كنا اتكلمنا المرة اللي فاتت عن موضوع مقدمة في الـ ABG، وخدنا قواعد عامة أساسية على موضوع المتغيرات الـ ABG، هل الـ pH كام والـ CO2 كام والبايكارب كام، ويعني ايه الريسبيراتوري ويعني ايه ميتابوليك، ومين مسؤول عن الريسبيراتوري ومين مسؤول عن الميتابوليك، وخدنا ثلاث مسائل على الحاجات اللي اتكلمنا عنها. النهاردة خلينا ناخد الموضوع أعمق شوية، إن شاء الله مش صعب، ولكن بنمشي مع بعض واحدة واحدة، ونحاول ناخد برضو مجموعة مسائل، والفيديو الثالث هيبقى برضو مجموعة مسائل بحيث ناخد أكبر قدر من المسائل. خلاص، طيب خلينا نبتدي الاول بالريفيجن بسرعه بالارقام اللي احنا خدناها المره اللي فاتت، ان انا قلت ان احنا بقدر الامكان لازم نحفظها. هو في الامتحان غالبا بيحطها لك في الامتحان، ولكن طبعا عشان انت لو انت لسه متخرج جديد تحاول تحفظها في دماغك على طول، او حتى انت لو براكتس على طول بتمارس على طول، يبقى لازم برضو في دماغك الرقم ده لو انت مش متوفر معاك الارقام النورمال يعني، بس تبقى حافظها احسن حاجه طبعا في شغلك. فاول حاجه اللي هو القاعده بتاعتنا البي اتش بتاعتنا دي، اهم حاجه زي ما قلنا عليها، من اول حاجه من 7.3 5 الى 7.45، يعني من 7.35 لغايه 7.45. وبعدين اتكلمنا عن السي او 2، قلنا من 35 ل 45. واتكلمنا عن البايكارب، قلنا من كام من 22 ل 28. تمام، ادي كده نورمال الارقام بتاعتنا دي، هتبقى معانا على طول في اي مساله هنيجي نحلها. تمام، طيب خلينا النهارده نتكلم عن الاحتمالات اللي احنا ممكن نشوفها في الاسيدوزس، والاحتمالات اللي ممكن نشوفها في الالكالوزس. دي اعتقد كده هنغطي كل السيناريوهات اللي ممكن تجي لك في الامتحان. تمام، طيب هناخد النهارده الكلام، وبعد كده ممكن نخلي الفيديو الجاي كحل مساله تطبيق اللي احنا خدناه النهارده. خلاص، طيب خلينا ناخد الاول حاجه الاحتمالات الاسيدوزس. اسيدوزس، خلاص، طيب هو يعني ايه معنى اسيدوزس اللي احنا قلناه المره اللي فاتت؟ امتى نقول على الموضوع ده اسيدوزس؟ قلنا اول حاجه عينيك تركز على مين، على البي اتش، خلاص، عشان تشوف انت هل ايه على الاسيدوز ولا الالكالوزس. طيب خلينا اول حاجه، شفت البي اتش بتاعي لقيتها واطي، يبقى اول حاجه قلنا اسيدوز يعني ايه اسيدوز يا جماعه؟ يعني اول حاجه البي اتش على ايه؟ البي اتش الاقيها واطي، خلاص، يعني ايه واطي؟ يعني اقل من 7.35. خلاص، ادي كده اول حاجه، خلاص البي اتش لما بتنزل يبقى دوت اسيدوز، لما بتعلى هو ده الالكالوزس. تمام، طيب يبقى احنا دلوقتي حلينا اول حاجه في الخطوات بتاعتنا، عرفنا احنا اسيدوز. طيب عينينا على مين دلوقتي؟ على السي او 2. السي او 2، طيب لقيت السي او 2 كمان عالي، لقيت السي او 2 هنا بقى عالي، السي او 2 عالي، يعني ايه معنى السي او 2 عالي؟ قلنا يا جماعه السي او 2 ده مسؤول عن الاسيدوز، مسؤول عن حموضيه الدم. تمام، يعني كل ما زاد السي او 2 في الدم يبقى ده ماشي ناحيه الاسيدوز، ماشي ناحيه الاسيد، يبقى يعمل ايه؟ اسيدوز. يبقى انا دلوقتي السي او 2 كمان عالي، تمام، وهنا في اسيدوز، بيسميها ايه بقى القصه دي؟ بيسميها، قلنا سي او 2 مسؤول عن حاجه اسمها ريسبيراتوري، ريسبيراتوري. يبقى احنا دلوقتي وصلنا لحل المساله اسمها ايه؟ ريسبيراتوري اسيدوسس. طيب احنا كده دي مستوى بدائي قوي، يعني ده اول حاجه بالنسبه لك، ده مستوى بدائي قوي ان انت تعرف هل ريسبيراتوري اسيدوسس ولا ميتابوليك اسيدوسس. المستوى الاعلى بقى اللي انت تعرف هل ده كومبنسيتد ولا نون كومبنسيتد. احنا قلنا يعني ايه كومبنسيتد ولا نون كومبنسيتد؟ قلنا ان اللنج مسؤول عن الريسبيراتوري، مسؤول عن السي او 2، والكدني مسؤول عن التغيرات المسؤوله عن البايكارب، مسؤول عن الميتابوليك. فقلنا الاثنين دول هدفهم يحافظوا على نورمال بي اتش. لو اي متغير في التغيرات دي حصل، مثلا ديفكتيف في الريسبيراتوري سيستم، الكلى بتروح تصحح الخطا، ونفس القصه لو في مشكله في الكلى لازم الريسبيراتوري يروح يصلح. فاحنا دلوقتي عرفنا خلاص نص الموضوع، ان في مشكله في الريسبيراتوري، تمام، يعني ان الريسبيراتوري سيستم فيه مشكله، خلاص، يعني دلوقتي هو محوش السي او 2، ما بيطلعش السي او 2. طيب هنيجي نشوف بقى عينينا على مين بقى بعد ما شفت خلاص السي او 2 عالي، يبقى هنيجي على البايكارب. عندك ثلاث احتمالات من البايكارب، خلاص، ايه بقى الاحتمالات البايكارب؟ عندك ثلاث احتمالات، اول حاجه يكون واطي، خلاص، او نورمال او عالي. خلاص، يبقى ثلاث حاجات منها، اما نورمال او عالي او واطي. المثال اللي احنا خدناه المره اللي فاتت، قلنا لو لقينا البايكارب ده نورمال، نورمال يعني لسه الكلى ما اتحركتش عشان تصلح الديفكت ده، يبقى ده لو طلع نورمال يا جماعه بنسميها ان كومبنسيتد، يعني لسه ما حصلش تصليح، لسه ما حصلش تعديل، بنسميها ان كومبنسيتد. ليه ان كومبنسيتد؟ لان البايكارب اللي هي مسؤوله عن الكلى لسه ما اتحركتش عشان تصلح، ده لو البايكارب نورمال. طيب لو لقينا يا جماعه ان البايكارب ده عالي،
احنا قلنا البيكارب ده يا جماعه مسؤول عن قلاويه الدم، يعني كل ما اعلى الالكلاين هيعلى عشان اصلح الديفكت اللي عامله بسبب الايه الاسيدوز. يبقى لو لقيت البيكارب عالي يبقى ده معنى ذلك لو حصل بقى حصل ايه كومبنسيتد كومبنسيشن، حصل كومبنسيشن الايه للبي اتش، يبقى اسمها كومبنسيتد. حصل ايه كومبنسيشن، حصل كومبنسيشن، خلينا دلوقتي بس خلاص حصل ايه كومبنسيشن عشان هنعرف بعد كده هل حصل بارشال كومبنسيشن ولا فول كومبنسيشن. هنعرف هنعرف ازاي الفرق بين البارشال والكومبليت كومبنسيشن على حسب البي اتش. والله لو البي اتش رجعت نورمال يبقى حصل فول كومبنسيشن، لو بي اتش لسه ما رجعتش نورمال يبقى حصل بارشال كومبنسيشن. خلاص يبقى الاحتمال الاول هشوف عينيا، يبقى اول حاجه عينيا خلاص على السي او 2 انا اتاكدت دلوقتي انا فين. تجد دلوقتي انا دلوقتي ريسبيراتوري، انا دلوقتي ريسبيراتوري اسيدوسس. عينيا على مين؟ عينيا على 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 البيكارب. هل البيكارب عن ثلاث احتمالات، هل نورمال نورمال يبقى حصل لسه ما اتحركتش كده يبقى ده ان كومبنسيتد. والله لو لقيت السي او 2 البيكارب عالي، لو لقيته عالي يعني ماشي بقى يبقى البيكارب عالي والسي او 2 عالي خلاص يبقى الاثنين عاليين، يبقى ده ناحيه الالكلاين يبقى ده حصل كومبنسيشن. حصل ايه؟ حصل كومبنسيشن من البيكارب عشان تصلح اللي حصل في السي او 2. بارشال او كومبليت او فولي، يعني فولي كومبنسيشن او بارشال كومبنسيشن حسب البي اتش. والله لو البي اتش رجع نورمال تاني خلاص يبقى حصل فولي كومبنسيشن، هناخد امثله. ولا البي اتش لسه ما رجعتش نورمال يبقى ايه؟ يبقى لسه بنسميها بارشال كومبنسيشن. خلاص؟ طيب الاحتمال الثالث اللي انا الاقي ان دي كمان واطي، الاقي بقى الايه البايكارب واطي. لو لقيت البايكارب واطي الله يبقى البيكارب دلوقتي واطي يبقى ناحيه الاسيد. ما احنا قلنا الالكال لو البيكارب عالي هيمشي ناحيه الالكالوز، لو البيكارب هو كمان لو البيكارب واطي يبقى ناحيه الاسيد هو كمان ناحيه ناحيه ما دام واطي ناحيه الاسيد. تمام، وهو الموضوع اسيدوزس وريسبيرتوري اسيدوز، يبقى دي بيسموها ميكسد. دي بنسميها يا جماعه بنسميها ميكسد. خلاص ميكسد ريسبيرتوري زائد ميتابوليك ايه اسيدوز. خلاص يا جماعه هي دي ميكسد ميتابوليك اند ريسبيراتوري اسيدوز. ليه؟ لان الطبيعي الطبيعي قلنا لما احنا قلنا خلاص ده ريسبيراتوري اسيدوز خلاص استقرنا عليه، انا عاوز اشوف بقى عاوز احدد البيكارب هو هيصلح ولا ما صلحش. لو نورمال خلاص يبقى لسه ما صلحش، لو عالي يبقى هو بيبتدي يصلح، الكلى بتبتدي تصلح. تمام، طيب انا دلوقتي بقى لو لقيته كمان هو لقيت البيكارب واطي يبقى واطي هو كمان، ما دام واطي يبقى انا رايح ناحيه رايح ناحيه الايه الاسيد. خلاص يبقى ده بيسموه ايه ميكسد ميكسد ايه ميكسد ميتابوليك اند ريسبيراتوري اسيدوز. ميكسد ميتابوليك اند ريسبيراتوري اسيدوز. ممكن يكون الكلام النظري بيلخبط شويه، ولكن مع حل الاسئله ان شاء الله هنحفظ ازاي هتحلوا الاسئله دي ان شاء الله. خلاص طيب يبقى احنا خدنا الاحتمال الاولاني، الاحتمال الاولاني اللي هو طلع ريسبيراتوري اسيدوز ومشينا معاه على احتمالات الايه الثلاثه على الثلاثه بيكارب. تمام طيب يبقى احنا كده خدنا الريسبيراتوري اسيدوز. الاحتمالي بقى اللي هو الثاني اللي هو ريسبيراتوري الكالوزس، هناخد ان شاء الله في الكالوز دلوقتي، لكن خلينا في دلوقتي في الريسبيراتوري اسيدوز. طيب خلينا ناخد بقى الموضوع الايه الثاني. لو انت دلوقتي لقيت برضو اسيدوز، خلاص يبقى دلوقتي لقيت اسيدوز. تمام لقيت اسيدوز، هتشوف البيكارب. تمام ابتديت انت بالبيكارب، سيبك بقى من دلوقتي لو شفت الاسيدوز ولقيت احنا خدنا احتمال اولاني ان السي او 2 عالي فعشان كده اسمه ريسبيراتوري اسيدوز. لو لقيت السي او 2 واطي يبقى خلاص مع البي اتش واطي يبقى ده ايه هيبقى عكس البي اتش بقى يبقى ريسبيراتوري الكلوز. احنا سيبك من ايه مش عاوز انا الكلوز دلوقتي، خلينا بقى الاسيدوز. لو لقيت البيكارب احنا قلنا البيكارب بقى هيبقى عامل ازاي البيكارب، طبعا ما دام البيكارب لقيت البيكارب ده بتاعي واطي. تمام احنا قلنا بيكارب واطي يبقى ده ايه يا جماعه، احنا قلنا يبقى ده اسمها دي بقى اللي اسمها ميتابوليك ميتابوليك ايه ميتابوليك اسيدوز. صح ولا لا؟ ليه ميتابوليك اسيدوز؟ لاني اسيدوز طبعا عشان البي اتش واطي مش مشكله، لكن ليه ميتابوليك عشان البيكارب. طب البيكارب هنا ايه قصته؟ البيكارب هنا يا جماعه واطي، ما احنا قلنا البيكارب لما بيعلى البيكارب لما بيعلى خلاص يبقى بيعمل الكالوز، لما يوطى يبقى يعمل اسيدوز. طيب لقيت ال اتش سي او 3 واطي يبقى اسمع الميتابوليك اسيدوز. هبص على مين؟ هبص على السي او 2، نفس الاحتمالات انا حطيتها هناك مع البيكارب، هشوف احتمالات الايه؟ السي او 2، هشوف احتمالات السي او 2، ايه احتمالات السي او 2؟ عندي ثلاث احتمالات. صح؟ ثلاث احتمالات، اما نورمال او عالي او واطي. صح؟ صح دي الاحتمالات بتاعتنا. طيب انا جيت لقيت يا جماعه نورمال، يبقى نفس القصه المساله اللي خدناها، النورمال يبقى معنى ذلك الرئه
اللنج ما اتحركتش عشان تصلح، يبقى بنسميها ايه؟ بنسميها ان كومبنسيتد، ما حصلش كومبنسيشن. ليه؟ لان السي او 2 زي ما هي نورمال ما تصلحتش حاجه. طيب جيت لقيتها واطيه، لقيت واطي. انت لو لقيت يا جماعه واطي معنى السي او 2 واطي، يبقى ده على السي او 2 واطي، ده يبقى انا رايح ناحيه الالكلين، رايح ناحيه الاسيد البيز، رايح ناحيه البيز وهو اسيدوزس، ورايح عكس البي اتش، يبقى انا عكس الالكل، عكس الاسيدوز، يبقى راح يصلح، راح ايه؟ راح يصلح، صح؟ يبقى بيسموها ايه؟ كومبنسيشن. يبقى ده كومبنسيتد، خلاص. ليه؟ هتلاقي ان السي او 2 عكس ماشيه ناحيه عكس الايه؟ البي اتش، يبقى يعني هو اسيد، او ما هو المفروض لو عاوز يمشي ناحيه الاسيد كان علي، لا ده لقيناه واطي. معنى اللي هو واطي يبقى معنى ذلك هو راح يصلح الايه؟ الخطا اللي حصل في من البايكارب، خلاص. فلما لقيته واطي هيحصل ايه؟ يحصل ايه كومبنسيشن، خلاص. طيب برضو نفس القصه، بارشل او كومبليت، على حسب ايه؟ على حسب البي اتش، هل بي اتش نورمال ولا مش بي اتش نورمال، هنشوفها دلوقتي ان شاء الله. طيب الاحتمال الثالث اللي انا لقيه عالي، الله عالي ازاي؟ طب ما دلوقتي لو لقيته عالي يبقى ده انا ماشي ناحيه الاسيدوزس، وفي نفس الوقت صاحبنا ده راح ناحيه الاسيدوز، يبقى الثلاثة في مربع واحد مربع الاسيد، يبقى هو ده الميكسد، يبقى ده الميكسد ميكسد ريسبيراتوري اند ميتابوليك، ميكسد ريسبيراتوري اند ميتابوليك ايه؟ اسيدوزس، خلاص. ادي يا جماعه الثلاث احتمالات، احتمال هنا والاحتمال هنا، يبقى هنتكلم على الريسبيراتوري اسيدوزس والميتابوليك اسيدوز. يعني ايه ريسبيراتوري اسيدوزس؟ ريسبيراتوري اسيدوزس يعني بي اتش واطي. طب ريسبيراتوري يعني ايه؟ يعني البي ال سي او 2 عالي. هشوف بقى يعني لما نلاقي السي او 2 عالي يعني على مين؟ يعني على البايكارب. عن ثلاث احتمالات، لو نورمال يبقى لسه ما اتحركتش، يبقى ده انكومبنسيتد. لو لقيتها راحه ناحيه الالكلوزس، يعني راحت ناحيه الالكلوز، يعني عاليه راحت ناحيه الالكلوز، يبقى عاوزه تصلح الاسيدوز، هتصلحها، يبقى ده كومبنسيشن، خلاص. لو لقيتها واطيه هي كمان، واطيه يعني واطيه يعني ايه واطيه؟ واطيه يعني راحت الاسيد، يعني بتزود الحموضه اكتر، بزود الحموضه، يبقى ده الميكسد، ميكسد ريسبيراتوري اند ميكسد ريسبيراتوري اند ميتابوليك. طيب لقيت المساله الثانيه، الجزء عاوز اشوف بقى الميتابوليك اسيدوز. يعني ايه ميتابوليك اسيدوز؟ ميتابوليك اسيدوز يبقى انا هشوف اول حاجه البايكارب، البايكارب بتاعي هلاقيه لازم، هلاقيه ايه؟ هلاقيه واطي. ليه واطي؟ لان لو عيني هيعمل الكوز، انا دلوقتي في الاسيدوز، يبقى لازم يكون واطي، وما دام واطي يبقى ده ميتابوليك. عيني على مين بقى؟ عيني على السي او 2. لو السي او 2 برضه لقيته نورمال يبقى لسه ما صلحش، يبقى انكومبنسيتد. لو لقيت السي او 2 واطي، لو واطي يبقى رايح ناحيه الايه؟ رايح ناحيه الالكلوز، عاوز يصلح الخطا، عاوز يصلح الايه؟ الخطا ده، تمام. يبقى لقيته واطي، يبقى ده هيحصل ايه كومبنسيشن. طب لو لقيته بقى، لو لقيته عالي يبقى ناحيه الاسيدوزس، ناحيه الاسيدوز، يبقى عالي ده اسيدوز، والتاني برضو بيعمل اسيدوز ميتابوليك اسيدوزس، يبقى ده ريسبيراتوري والميتابوليك اسيدوز، خلاص. طيب تمام، خلينا ناخد بقى امثله على الكلام اللي احنا قلناه ده، خلينا ناخد على الكلام على الامثله ده قبل ما ندخل في الالكلوزس، نخلي الالكلوزس الفيديو الجاي، خلينا ناخد بس مسائل على موضوع الكومبنسيشن دي، خلينا ناخد موضوع الكومبنسيشن. عارف موضوع الكومبنسيشن بيلخبط شويه، تمام، ولكن ان شاء الله مع الجدول اللي احنا تعودنا عليه هتلاقي العمليه ان شاء الله سهله باذن الله. يلا خلينا ناخد مسائل نطبق على الكلام اللي احنا قلناه، تمام، باذن الله مع المسائل هتلاقي العمليه اتضحت اكبر. خلينا ناخد مثالين وقبل ما ناخد الالكلوزس. طيب خلينا اول حاجه ناخد المساله دي كده، مثلا يقول لك ان البي اتش، تمام، البي اتش 7.20 يعني 7.20، السي او 2 كام؟ 65، والبايكارب، تمام، نورمال. البايكارب كام؟ قلنا 26. طيب البايكارب كام؟ 26. ولا يهمك، بالراحه واحده واحده. خلينا نعمل الجدول بتاعنا اللي احنا اتفقنا عليه المره اللي فاتت، اللي هو التيك تاك تو ده، خلاص. اسمك من اسم يعني ما تشغلش بالك. طيب يبقى قلنا ده يا جماعه ده النورمال، وده البيز، خلاص، وده الايه؟ الاسيد، خلاص، ممتاز. اول حاجه البي اتش 7.2 هو النورمال كام؟ لغايه 35، ده اقل من 35، يبقى معنى ذلك هو ايه؟ يبقى اسيد. ما دام واطي قلنا البي اتش يوطى، يبقى ده اسيد، يبقى هنحط الاسيد هنا، نحط ايه؟ نحط البي اتش، صح؟ ممتاز. طيب عينك على مين؟ على البايكارب، السي او 2 الاول. سي او 2، السي او 2 كام؟ 65. هو النورمال كام؟ لغايه 45. اعلى من 45 يبقى ده ايه؟ يبقى انا راحت ناحيه الاسيد. احنا قلنا السي او 2 ده مسؤول عن الاسيدوزس، كل ما يعلى الاسيدوزس تعلى، يبقى نحط ناحيه الاسيدوز برضه، صح؟ تمام. طيب البايكارب بقى، البايكارب 26. هو النورمال كام؟ 22 28، يعني يعتبر نورمال،
يعتبر ايه؟ نورمال، ما يحطش بقى كارب هنا خلاص. طيب واحده واحده، قلنا البي اتش يعني ايه؟ بي اتش ناحيه الاسيد خلاص. يبقى ده اول حاجه، ده اسيدوزس، ده اسيدوزس صح. طيب وقلنا السي او 2 ده، السي او 2 ده عالي ناحيه الاسيد، يبقى برده ايه؟ سي او 2 بنسميه بقى، بنسميه ريسبيراتوري اسيدوز. يبقى انت اول حاجه، اول حاجه خلصت من المساله ده اسيدوز، ثاني حاجه في المساله ده ريسبيراتوري اسيدوز، ثالث حاجه بقى بيحاسبك عليها المستوى الاعلى شويه، عايزين نعرف هل ده كومبنسيتد ولا ان كومبنسيتد. زي ما قلنا في المساله الدياجرام اللي احنا رسمناها مع بعض، هنشوف ايه عينيك على البايكارب. والله البايكارب زي ما هو نورمال، معنى ذلك ان الكلى ما اتحركتش لسه، ما صلحتش لسه، هتتحرك ما صلحتش، فلسه ما صلحتش، يبقى مسميه يا جماعه ان كومبنسيتد. ان كومبنسيتد ايه؟ ان كومبنسيتد ريسبيراتوري اسيدوز. ان كومبنسيتد ريسبيراتوري اسيدوز ليه يا جماعه؟ عشان البايكارب زي ما هي ما اتحركتش خلاص. طيب خلينا ناخد مثال كمان عشان نحفظ الموضوع ده. تمام يلا هناخد المثال التاني. المثال التاني اول حاجه البي اتش 7.34 خلاص، 7.34، والسي او 2 كام؟ 23، والبيكارب كام؟ 21. بيكرب 21، ممتاز. طيب خلينا برضو نعمل الجدول بتاعنا، ادي الجدول الجميل اهو بتاعنا، ادي يا جماعه النورمال، وادي البيز، وادي اسيد، ممتاز. احنا دلوقتي خلينا في الاسيدوز، احنا دلوقتي بنتكلم في الاسيدوز. اول حاجه 7.34، هو النورمال كام؟ 7.35 ل 5.40، يبقى ده واطي خلاص، والبي اتش واطي يعني ناحيه الاسيد، يبقى نحط هنا البي اتش. يبقى اول حاجه عرفناها ده اسيدوز، ممتاز. هتعينيك على مين؟ عينيك على البايكارب. البايكارب كام؟ 23. 23 هو برضو السي او 2 هنا بقى ايه؟ السي او 2 هنا واطي، السي او 2 هنا واطي، يبقى السي او 2 هنا ايه؟ يبقى السي او 2 هنا واطي. يبقى في ما دام هنا قلنا يا جماعه ما دام السي او 2 هنا واطي خلاص، السي او 2 هنا واطي، يبقى ناحيه ايه؟ ما دام واطي يبقى ناحيه الكلوز. احنا قلنا طبعا كل ما بيعلى بيزود الاس، كل ما بيوطى يبقى الكلوز. يبقى نخلي في ناحيه البيس، يبقى ده ايه؟ سي 2، لان هنا واطي، يبقى ده ايه؟ ان السي 2 هنا واطي. طب البايكارب كام؟ البايكارب بكام؟ 21، يعني برضه البايكارب كمان واطي. ما دام البايكارب واطي يبقى رايح ناحيه الالكلوزس، يبقى نحط هنا الايه؟ البايكارب خلاص. طيب اول حاجه بيحاسبك عليها ان البي اتش، بي اتش هنا عامل ايه يا جماعه؟ البي اتش هنا ناحيه الاسيد، يبقى ده برضه اسيدوز، ممتاز. ادي كده اول حاجه، جبت اول حاجه في المساله. تاني حاجه، هل ده ميتابوليك ولا ميتابوليك ولا ريسبيراتوري؟ عينيا على مين؟ عينيا على البايكارب. البايكارب هنا ناحيه الاسيد اهو في نفس الخانه، يبقى ده ايه؟ يبقى ده ميتابوليك صح. ادي كده انت جبت نص المساله، جبت تاني حاجه في المساله، جبت اول حاجه عرفت ده اسيدوزس عشان البي اتش، البي اتش هنا واطي، وبعدين شفت البايكارب لقيته كمان واطي، لقيته كمان واطي في نفس الخانه في الاسيد، يبقى ده اسمه ميتابوليك. طيب عاوز اعرف بقى في كوريكشن ولا فيش كوريكشن؟ يعني في كومبنسيشن ولا فيش كومبنسيشن؟ يعني على مين؟ يعني على السي او 2. ده السي او 2 هنا الكف تبع الالكالوز، يعني هو عاوز يصلح، عاوز يصلح الاسيدوز، يبقى ده يا جماعه ده هو ده كومبنسيتد، هو ده الكومبنسيتد خلاص. يبقى احنا خدنا مثال من ان كومبنسيتد، وده الايه؟ مثال الكومبنسيتد. يعني ايه كومبنسيتد؟ يعني هو ماشي عكس البي اتش عشان يصلح الديفكت اللي حصل في البايكارب خلاص، فهو ماشي ده عاوز يصلح البي اتش. طيب انا عاوز عينيا بقى السؤال بقى، في اربع حاجات لازم يحاسبك عليها. رابع حاجه، هل ده يعني فولي كومبنسيت ولا نوت فولي كومبنسيت؟ لا ده لسه ما تصلحش قوي، لسه 34 والنورما 35، يبقى بيسموه ايه؟ بيسموه بارشال كومبنسيت. بارشال، يبقى ده البارشال كومبنسيت، ده بارشال كومبنسيت. ليه بارشال؟ لانه لسه البي اتش ما تصلحتش كومبليت. فاحنا دلوقتي يبقى اربع حاجات هتحاسبني عليها في المساله دي. اول حاجه عاوز اعرف ده هل اسيدوزس ولا الكلوزس على حسب البي اتش. والله انا لقيت هنا البي اتش، البي اتش بتاعي واطي فحطيته في خانه الاسيد. تاني حاجه شفت الايه؟ بشوف الايه؟ السي او 2. السي او 2 بيقول لك هو لا خلاص ماشي ناحيه الايه؟ الايه؟ الالكالوز، يبقى هو عكس معايا الاسيدوز. طيب شوف البايكارب، البايكارب نفس القصه في خانه الاسيد، خانه الاسيد، يبقى عشان كده قلت عليه ميتابوليك، يبقى ده ميتابوليك اسيدوز. عاوز اعرف حصل كومبنسيشن ولا حصلش كومبنسيشن، حصل تصحيح ولا لسه ما حصلش تصحيح؟ اشوف الايه؟ السي او 2. لقيت السي او 2 في خانه لقيت السي او 2 عالي، مع السي او 2 واطي، معلش السي او 2 واطي، يعني ايه السي او 2 واطي؟ يعني معنى ذلك هو ماشي ناحيه الالكلاين، ناحيه البيز، يبقى معنى ذلك وعاوز يصلح، فعشان كده حصل كومبنسيشن. رابع حاجه بيحاسبك عليها، هل ده بارشل ولا كومبليت؟ على حسب ايه؟ على حسب البي اتش، البي اتش لسه واطي. فدي اسمها ايه يا جماعه؟ ملخص الموضوع اسمه بارشل كومبنسيتد ميتابوليك اسيدوز، بارشل كومبنسيتد ميتابوليك اسيدوز
خلاص. يا رب تكونوا فهمت النهارده. انا عارف اتقل شويه من الدرس اللي فات. المره الجايه هناخد الالكالوزس ومسائل على الالكالوزس، وبعد كده ناخد بقى اخر حاجه خالص يعني كوكتيل بالنسبه لكل السيناريوهات اللي ممكن تيجي لك ان شاء الله. يلا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.